ها نحن على بركة الله على أعتاب عهدة رئاسية ثانية، نجدد في مستهلها عهدنا أمام الله والشعب والتاريخ، رافعين لواء الجيل العظيم من شهداء الجزائر الأبرار عبر الأزمنة، ولا نحيد عن نهجهم عهدة ترفع فيها بكل ثقة وتبات سقف طموحاتنا للارتقاء أكثر فأكثر بالأداء الاقتصادي ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والأجنبية.